السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم الطريقة ديال الطرز فوق الراندا. واحد السيدة من المتابعين طلبت مني أنني نوضع فيديوهات خاصة بالطرز فوق الراندا، وأنا قررت نوضع لكم عدة فيديوهات على هذا الموضوع. هذا أول حاجة غادي نطلعوا الإبرة من الأسفل ديال العمل، من هذه العين هذه، وغنحسبوا هنا. تابعونا مزيان. هنا العين اللي طلعنا فيها الخيط 1 2 3 4 في الغرزة الرابعة، 1 2 3 4 في الغرزة الرابعة غنهبطوا وغادي نقلبوا الخدمة هاد الشكل هذا. هذا بقلبناها، غنثبتوا الخيط كما قلت لكم، من الاحسن انكم تثبتوا الخيط في الاسفل باش ما يجيش ديفو باين بهذه الطريقه هذه. ونرجعوا نقلبوا الخدمه على وجهها، غنجيو هنا لهاد هاد الغرزه هذه، هاد اللي حداها. تابعوا معايا هنايا مزيان، نتمنى يكون هادشي واضح. هاد اللي حداها بهاد الشكل هذا، غنجرو الخيط باش يتزير من التحت. هنا عندنا 1 2 3، هاد الثالثة غنهبطو الخيط. هنا حنا غادي نوضعو مثلثات، في المثلث غادي يكون يعني من الأسفل إلى الأعلى. هنا غادي نرجعو نطلعو الإبرة من هاد العين اللي حداها هادي، باش هنا غتعطينا غير واحدة، غتعطينا غير غريزة هنايا وحدة. غنجيو لهاد الغرزة اللي حداها مباشرة، هي اللي غادي نهبطو فيها الخيط بهاد الشكل هذا، بهاد الشكل. وغادي نستمرو غنطلعو كذلك. هنا غنحسبو، عندنا هنا 1 1 2 3 4، غنطلع من هاد العين الرابعة. هنا الخيط بحال خاصو يدور من التحت، هادي هي العين الرابعة، غنطلع منها الخيط ونرجع هنا كما كتشوفو. واحد هو هذا اللي طلعنا فيه الخيط، 2 3 4، هاد الرابعة هي اللي جات في الراس. حنا هنا خدامين على هاد الكوزة، غنبقاو غاديين على هاد الصف اللي منه الكوزه. الطرز فيه عده اشكال وعده انواع، فهنا غادي نحسبنا 4، هنا غادي نحسبو غير 3. فهنا كيما قلت لكم 1 2 3 في هاد الغرزه الثالثه، الى لاحظتوا هنا انني دائما كنخدم في هذا الاتجاه، تنرجع الخيط تنطلعو من هذا الاتجاه اللي جا على الداخل. فهنا ما نطلعش مثلا الابره من هنا، من هذه الجهه اللي منها الكوزه، هاد البلاصه هذه غنطلعها من هنا، من هاد البلاصه هذه. ونبقى دائما تندور باش الخيط من الاسفل غتلقاوه ضايع. نرجع نضرب في هذه اللي حداها مباشرة، من الخلف نوريكم الشكل ديالها من الخلف، فهي تجي بهذه الطريقة. هنا تيبقى كيدور الخيط، تيدور من الأسفل ومن الأعلى. أما إلا خدمتو كل مرة ضربتو في اتجاه، فما غيجيكمش هاد الشكل هذا من الأسفل، وما غيتزيرش لكم الخيط. الطريقة تنديروها باش نزيرو الخيط كيجي مزير. فهنا انا يا طلعت هاد الطلعه هذه، من بعد ما وصلت لهذا الراس غنوريكم واحد الطريقه، يعني باش ان هنا الحساب غادي يجيني واحد، ما غايجيونيش هاد الديكور هذا متقابل. فهنا انتبهوا معايا هنا مزيان، غنمشي مع هاد الخط هذا اللي عندي هنا. فانا عندي 1 2 3 4 5 6 7، هاد النقطه هذه، هاد النقطه غادي نطلع منها الخيط. هاد النقطة هذه فغادي نطلع منها الخيط، وغنرجع نعمر
نرجع لهذه النقطة الأولى اللي عندي، وغنرجع كذلك نخدم بشكل دائري كما قلت لكم. غنخدم هنا على هذه الجوزه هذه، ما نبقاش غادي وكنحسب، وغادي غير نضرب في هذا الراس وفي هذا الراس، نبقى غادي بحال هكا كما قلت لكم بشكل دائري. المهم يكون الخط، كل خط غادي متوازي، يعني غادي مقاد بهذه الطريقه هذه مزيانه، الا باش تغيت هنا تعمروا هذا الفراغات تجي زوينه. هنا الا مبغيتوش تستعملوا هاد هنا هاد المثلث هاد اللي جا في الراس، ممكن انكم توضعوا في بلاصتو البريد، في البريد حتى هو كيعطي واحد ديكور زوين، او ممكن تستعملوا عقيقه كبيره، انا دابا ما متوفراش عندي، فتستعملوا عقيقه كبيره غادي تعطيكم واحد ديكور زوين. فهنا غادي نطلعوا، هذا هو الراس ديال المثلث، الراس غتجينا فيه غير غرزه واحده فقط. نكملوا هذا الاتجاه كذلك بهذه المثلثات الصغار هنايا في الوسط، ممكن تستعملوا اي حاجه بغيتوا، اما البريد، العقيق، اي ديكور عجبكم. غادي البريد هنا غادي يجي رائع. هنا غادي نهبطوا مع هاد المثلثات، هنا غادي نعكسوا، ما نبقاوش نبداو بهاد القاعده الكبيره، نبداو بهاد هاد الراس ديال المثلث اللي كيكون صغير واللي غادي نبداو به الاول. بحال غادي هذا مثلث، يعني انت غادي وكتكبر في الخدمه. فهنا غادي هنا ضربنا هنا، غادي نجيو لهاد العوينه هذه اللي حسبتو، غتلقاو واحد اثنان ثلاثة. انا هنا ما تنحسبش باش تنكون غادا هابطه، ما تنحسبش لان هادشي باين، غادي غير تتوسع بالغرزه بالغرزه، تتزيدو غير غريزه غريزه، كتبقاو غاديين خدامين، تبقاو غاديين على هاد الطريقه حتى تهبطو حتى الاسفل. فهذا هو الشكل النهائي كما قلت لكم. هنا في الوسط ممكن توضعوا اي شكل بغيتو. هنا الا انتبهتوا للحساب غتلقاو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، غتلقاو كذلك هنا سبعة، يعني نفس العدد اللي عندنا هنا هو اللي عندنا هنا. كنتمنى هاد الشكل هذا ينال الاعجاب ديالكم، متبخلوش علينا بالاعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا على المتابعة.